السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الفيديو الأول الذي كان عنوانه أتعلم الضرب خطوة بخطوة، والفيديو الثاني الذي كان بعنوان أنجز عملية الضرب في رقمين أو أكثر، اليوم سنتدرب على بعض العمليات. إذن العملية الأولى لدينا 43 في 6، إذن لدينا هنا الضرب في رقم واحد فقط الذي هو 6. 6 في 3 18، أكتب 8 وأحتفظ بواحد. 6 في 4 24، زائد 1 25. إذن أولا 6 في 3 هكذا 18، أكتب 8 وأحتفظ بواحد. ثم 6 في 4 24، زائد 1 25. نمر إلى العملية الثانية. مئة وخمسة وسبعون في 9، نفس الشيء نضرب في رقم واحد فقط. إذن 9 في 5 45، أكتب 5 وأحتفظ ب4. 9 في 7 63، زائد 4 67، أكتب 7 وأحتفظ ب6. 9 في 1 9، زائد 6 15. إذن دائما لا أنسى الاحتفاظ. إذن حاصل الضرب هو 1575. نمر إلى العملية الثالثة وهي 86 في 54. إذن نقول 4 في 6 4 في 8، إذن 4 في 6 24، 4 في 8 32، زائد 2 34. الآن نمر إلى 5. إذن لدينا هنا 54، 50، إذن هنا نضع 0.50 لكي نعمل بخمسة فقط، أو نضع النقطة عوض الصفر هنا، ونقول 5 في 6، إذن 5 في 6 30. أين توجد 5؟ توجد في العشرات، إذن نكتب في العشرات. 5 في 6 30، أكتب 0 وأحتفظ ب3. 5 في 8 40، زائد 3 43. نجمع الآن 4 زائد 0 4، 4 زائد 0 4، 3 زائد 3 6، 0 زائد 4 4. إذن حاصل الضرب هو 4644. الآن مع العملية الرابعة، 267 في 92. نبدأ بإثنان، إثنان في 7، إثنان في 6، إثنان في 2، إثنان في 7 14، أكتب 4 وأحتفظ بواحد. إثنان في 6 12، زائد 1 13، أكتب 3 وأحتفظ بواحد كذلك. إثنان في 2 4، زائد 1 5. الآن لدينا هنا 92 90، إذن أضع 0.90 هنا أو أعوضه بنقطة وأعمل بتسعة التي توجد في العشرات وأكتب هنا تحت تسعة هنا. 9 في 7 63، أكتب 3 وأحتفظ ب6.
9 في 6 54 زائد 6 60 أكتب صفر وأحتفظ ب 6 كذلك. 9 في 2 18 زائد 6 24. أجمع 4 زائد 0 4، 3 زائد 3 6، 5 زائد 0 5، 0 زائد 4 4، 0 زائد 2 2. إذن حاصل الضرب هو 24564. كما لاحظتم في العملية الأولى والثانية ضربنا في رقم واحد، في العملية الثالثة والرابعة ضربنا في رقمين، في العملية الخامسة والسادسة سنضرب في ثلاثة أرقام. إذن 147 نضربها في 385، 385. نبدأ بخمسة. 5 في 7 35، أكتب 5 وأحتفظ ب 3. 5 في 4 20 زائد 3 23، أكتب 3 وأحتفظ ب 2. 5 في 1 5 زائد 2 7. الآن أمر إلى 8. أين توجد 8؟ توجد في العشرات، إذن سأجيب في هذا العمود. وماذا أضع هنا؟ أضع صفر 80، إذن 80 لديها صفر إلى اليمين أضعه هنا وأجيب هنا، أو عوض الصفر أضع نقطة هكذا، إذن أجيب تحت 8. 8 في 7 56، أكتب 6 وأحتفظ بخمسة. 8 في 4 32 زائد 5 37، أكتب 7 وأحتفظ بثلاثة. 8 في 1 8 زائد 3 11. الآن أمر إلى 3. 3 أين توجد؟ في المئات، إذن سأجيب هنا في هذا العمود. ماذا أضع هنا وهنا؟ أضع صفرين. إذن 300 كم لديها من صفر إلى اليمين؟ 300 لديها صفران إلى اليمين أضعهما هنا هكذا، أو عوض صفرين أضع نقطتين، نقطة هنا ونقطة هنا، وأجيب تحت 3 هنا. 3 في 7 21، أكتب 1 وأحتفظ ب 2. 3 في 4 12 زائد 2 14، أكتب 4 وأحتفظ ب 1. 3 في 1 3 زائد 1 4. أجمع الآن 5 زائد 0 5، 3 زائد 6 9، 7 زائد 7 14 زائد 1 15، أكتب 5 وأحتفظ ب 1. 1 زائد 1 2 زائد 4 6، 1 زائد 4 5. النتيجة هي 56595. إلى العملية السادسة أو الأخيرة، إذن 628 في 703. أبدأ بثلاثة. 3 في 8 24، أكتب 4 وأحتفظ بإثنان. 3 في 2 6 زائد 2 8. 3 في 6 18. لدينا هنا ماذا؟ صفر. أتجاوز هذا الصفر إلى 7 مباشرة. 7 أين توجد؟ توجد في المئات، إذن سأجيب هنا. وماذا أضع تحت 4؟ نقطة. وتحت 8؟ نقطة. وأجيب 7 في 8 56. 7 في 2 14 زائد 5 19، أكتب 9 وأحتفظ بواحد. 7 في 6 42 زائد 1 43،
إذن الآن أجمع 4 زائد 0 4، 8 زائد 0 8، 8 زائد 6 14، أكتب 4 وأحتفظ بواحد، 1 زائد 1 2 زائد 9 11، أكتب 1 وأحتفظ بواحد، 1 زائد 3 4، 0 زائد 4 4. إذن حاصل الضرب هو 441,000 و484. أحبائي أن تعودوا إلى الفيديو الأول والثاني لتعلم عملية الضرب، ستجدون رابطيهما في صندوق الوصف. دعموا قناتنا بالاشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.